الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. ثم أما بعد، ما زلنا نتحدث في محاكمة النبي محمد لخصومه من المستشرقين. نتحدث اليوم في الحلقة الثانية عن السيدة عائشة، بعنوان السيدة عائشة يعني خانت الرسول صلى الله عليه وسلم. هل خانت الرسول؟ السيدة عائشة أم المؤمنين، هل تخون النبي؟ صديقي المستشرق الكبير سألني، وجه الاتهام الكبير الضخم، وقال لي انتوا في الدين الإسلامي بتؤمنوا بشيء اسمه في الزواج اسمه ان يبقى فيه تكافؤ. وطبعا قال لي وما ينفعش طبعا ان بنتك مريم زي ما قلت اللي عندها 14 سنة. قلت له لا والله لسه ما كملتهمش. قال لي طيب 13 سنة وشوية، ما ينفعش نتزوج واحد في سنك عنده 56 سنة. قلت له طبعا ما ينفعش ابدا، انا لا اقبل ذلك. قال لي طبعا طبعا. قال لي وعلم الفقه عندكم بيعمل أسس ويقعد وينظر مفاهيم بأن يجوز للمرأة طلب الطلاق من الزوج بالخلع لعدم التكافؤ. قلت له نعم طبعا الفقه بيقول الكلام. قال لي طب يا أخي ينفع بنتي بقى عندها 12 سنة تتجوز واحد عنده 53 سنة؟ قلت له لا ما ينفعش طبعا، بأي حال من الأحوال ما ينفعش. فقال لي خلاص، أهو محمد بقى عمل كده، تعمل إيه بقى في المطب ده؟ قلت له لا صعب، صعب جدا وقاسي جدا. يعني ما يعني أنت شايف أي؟ قال لي لا يعني حلهولي بقى اللغز ده. قلت له حل لحضرتك. قلت له بس انتوا يعني السؤال الاول، هل انت شايف ان ده ينفي النبوة عن محمد؟ قال لي طبعا، لما يكره واحدة على الزواج او يتزوجها وبينه وبينها سنوات كبيرة زي كده، عمره 53 سنة وهي عمرها 12 سنة في رواية وتسع سنين في رواية اخرى، طبعا ينفي النبوة عنه. قلت له مجرد ان هو يتزوج واحدة اصغر منه ينفع عنه النبوة؟ قال لي طب. قلت له طيب انتوا بقى لما اتهمتوا داود بالزنا مع زوجة اوريا ما نفتوش عنه النبوة؟ ده مش بس تزوج واحدة كبير، واتهمتوا داود ايضا بعبادة الاوثان، وقلتم إن داود عبد الأوثان لأن زوجاته الوثنيات أثرن عليه، واتهمتم سليمان كذلك، واتهمتم النبي لوط بالزنا، واتهمتم النبي يعقوب بالسرقة، واتهمتم النبي اتهامات اتهامات كثيرة، واتهمتم نوح بشرب الخمر، ولسه هنتكلم في التفاصيل دي. كل دول ما اسقطتوش عنهم النبوة، لكن لمجرد ان محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم بتاعتنا تزوج بنت صغيرة انتم مش رفضتوا الموضوع؟ قال لي اه طبعا ما ينفعش. قلت له طيب الموسوعة القبطية عندكم الكاثوليكية بالذات قالت إن السيدة مريم كان عندها 12 سنة لما تزوجت رجل عمره
95 سنة اللي هو يوسف النجار. ايه رأيك في ده؟ ينفع ان واحد عنده 95 سنة في رواية، ما بال في رواية غريغوريوس؟ وغريغوريوس ده أثقف، أثقف، أثقف إيه بقى؟ أثقف الدراسات العليا اللاهوتية في مصر، أثقف الأنبا غريغوريوس، أثقف الدراسات العليا اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث العلمي. شوف، راجل متخصص بحث علمي وثقافة قبطية، ومش بيدرس في كيجي ولا مسؤول عن ابتدائي ولا ثانوي ولا اعدادي ولا جامعة. اثقف الدراسات العليا اللاهوتية، مش الهندسة ولا الكيمياء. وقال في كتابه عن مريم حياتها وتاريخها، قال انها تزوجت من يوسف النجار زواج وكان عمرها 12 سنة. شوف الحكمة بقى، ال 12 سنة بتوع السيدة عائشة مش عاجبينك، 12 سنة زيهم بالظبط، والسيدة مريم ابنة عمران سبقت السيدة عائشة ب 680 سنة. وتتزوج رجل عمره 95 سنة في رواية الموسوعة الكاثوليكية، وتتزوجه وهو عمره 90 سنة في رواية غريغوريوس. وكذلك أكد الأنبا تيكلا، وهو أنبا كبير جدا في مصر، الأنبا اللي خاص بدشنة وتوابعها كله. إذا إحنا قدام حادثة مش متشابه، بل أنتوا فيها الوضع الأسوأ. رجل عمره 95 سنة بنص كلامكم بيقول انه عاشت معه كأب كبير وابنة، يعني ما فيش اي علاقة عائلية ولا اجتماعية بينهما. المهم ان كان عمرها 12 سنة. يبقى ده نفهم منه ايه؟ انه في العصور الغابرة من 2000 سنة و1000 سنة وهكذا، كان مقبول ان بنت عندها 12 سنة تتزوج من حد كبير في السن، لأن البنات كانت كبيرة وجسمها كبير، بتختلف عن بنات دلوقتي. عشان كده أنا أرفض أزوج مريم بنت أم 13 سنة لحد في سني، أو حتى حد عنده 30 سنة أو 25 سنة. ليه؟ لأن الوضع مختلف. ثانيا وهو الأهم، إن أنا مش النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا مش أبو بكر، وإن عصري ليس عصر مريم ويوسف النجار، وليس عصر النبي محمد والسيدة خديجة. ده نقطة ناسفة للموضوع. لكن تعالى بقى أكلمك بالعقل والواقع، غير بقى اللي قلناه من عندك من كتبك. السيدة عائشة في زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة بنت متفكرة خبيرة، مش خبيرة في التجربة، خبيرة قريبة. يقول الأحنف ابن قيس، والأحنف ابن قيس بيضرب به المثل في الحلم، يعني بيضربوا المثل في الدهاء بإياس، يقولون أحلم من قيس وأكثر دهاء من إياس، يعني رجل متقال فيه مثل عربي اللي هو أحنف ابن قيس. أدرك الإسلام فأسلم ومات سنة 67 هجرية، يعني عاش عصر النبوة وعصر الخلفاء الأربعة و27 سنة من عصر الحكم الآموي، يعني عصر معاوية وجه يزيد والمجموعة اللي بعدين. ماذا قال الأحنف ابن قيس في السيدة عائشة؟ قال: لقد سمعت خطب أبو بكر الصديق، وخطب عمر بن الخطاب، وخطب عثمان بن عفان، وخطب علي بن أبي طالب، والخلفاء وهلم جرة، قاعد يعدد في أسماء، لم أرى أبلغ
ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أفخم من خطبة تلقى بفم السيدة عائشة. يبقى احنا قدام سيدة مفوهة، وده يرد مزاعم الغرب او المستشرقين اللي بيقولوا ان الاسلام ما بيعلمش المرأة، وان الاسلام بيرفض تعليم المرأة، وان الاسلام عامل كردون على المرأة، وان الاسلام بيصادر المرأة، وان الاسلام متخذ موقف سيء من المرأة. لا، الاسلام هو الذي حرر المرأة. فالسيدة عائشة هي سيدة اولى في حقوق الانسان، سيدة اولى في عمل المرأة، في علم المرأة، في تعليم المرأة، في ثقافة المرأة. يقول اهل العلم ربع احكام الفقه الاسلامي اخذناها عن السيدة عائشة. يبقى سيدة معلمة. ويقول ابو موسى الاشعري ما اشتكل علينا، يعني حصل اشكال علينا في الصحابة، على كبار الصحابة اشكال في العلم الا ذهبوا للسيدة عائشة فوجدوا عندها الحل والجواب، وجدوا فيه علما عندها، وجدوا حل المعضلة بعلمها. روت احاديث كثيرة، قلنا بانها الرقم 4 في رواة الحديث في التاريخ الاسلامي. فانت قدام عقلية متفتحة واعية كبيرة مستوعبة رغم سنها الصغير. ولماذا زوجه ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقلنا طرفا من هذا الكلام في اللقاء الماضي، الحلقة الأولى من محاكمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحاجة إلى فتاة صغيرة تتعلم في سن صغير، لأن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. فهي عندها ذاكرة حافظة، وعندها وعي للتعلم وقدرة للتعلم بسرعة والوعي والاستيعاب، وهي عاشت مع النبي بالضبط 10 سنوات. النبي تزوجها في شوال في السنة الثانية للهجرة بعد غزوة بدر. وبعدين النبي كان خطبها وهو لسه في مكة قبل الهجرة. لما جات له خولة بنت حكيم بعد وفاة السيدة خديجة وقالت له يجب أن تتزوج يا رسول الله، فقال من؟ قالت إن شئت ثيبا وإن شئت بكرا. قال فمن الثيب ومن البكر؟ قالت أما البكر فعائشة ابنة الصديق، وأما الثيب فسودة بنت زمعة. قال اذكريني عندهما. فذهبت إلى أم رومان والدة السيدة عائشة وتحدثت معها، فقالت ها هو أبو بكر قادم فاخبريه. وقالوا لأبو بكر، فأبو بكر رضي الله عنه رحب جدا بصديقه وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حدثت الهجرة، ثم ألحق النبي أهله به في المدينة بعد ذلك. ثم ذهب إليها أبو بكر الصديق وقال له ألا تدخل بعائشة؟ دي نقطة. شوف بقى النقطة الأهم، إن السيدة عائشة كانت مخطوبة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مخطوبة لجبير ابن المطعم ابن عدي. يبقى السيدة عائشة كانت مخطوبة، مش واحدة بنت صغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم معجب بقى إنه يتزوج بناته وكذا وكذا وكذا، لا، فهذه كانت سنة في الحياة إن البنت الصغيرة تتجوز واحد كبير عادي جدا، ان لانها اصلا كبيره في الجسد. ثانيا، اهل مكه وكفار قريش وخصوم النبي محمد لو كانوا شافوا بان هذا الامر خارج على العرف وخارق للطبيعه كانوا اخذوه ضده وهجموه بيه وروجوه للتاريخ وفي القبائل العربيه وجعلوه مسخه، لكن امر عادي. ثم بعد السيدة عائشة مباشرة السيد الرسول صلى الله عليه وسلم اتجوز السيدة حفصة بنت عمر، كان عمرها 19 سنة. خلي بالك لما مات زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر عمر بن الخطاب ذهب إلى أبو بكر الصديق وقال له ألك حاجة في حفصة؟ لاحظ أن أبو بكر الصديق أكبر من سيدنا عمر في السن، وبنته حفصة عمرها 19 سنة.
ما كملتش 19 سنه، فينفع يروح لواحد اكبر منه في السن ويتحايل عليه يتجوز بنته؟ فسيدك ابو بكر الصديق اجاح بوجهه بعيدا في المسجد عن عمر، ما جاوبوش، ما قالوش عاوزها او مش عاوزها. فراح سابه قاعد في المسجد وذهب الى عثمان بن عفان، قال له: الك حاجه في حفصه؟ حفصه سيب دلوقتي وعاوز اجوزها، تتجوزها؟ ابو بكر مش راضي. فقال له: يعطيني فرصه لبكره افكر اشوف يعني اعمل ايه. فذهب فزعل واخد على خاطره سيدك عمر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حدث كذا مع ابو بكر وحدث كذا وانا بعرض عليهم حفص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اما ابو بكر فيعني هو عارف، عارف عشان كده ما رضاش يقول لك، واما عمر واما عثمان فيتزوج من هي افضل من حفص. وراح مزوج عثمان بنته ابن عفان، وراح متزوج هو بنت ابو بكر الصديق، وراح قال له: حفص انا اللي هتجوزها، عشان يرفع قدر عمر. وشوف عمر بقى في السعاده قد ايه. فالشاهد من ذلك ان عادي جدا انه بيعرض على واحد اكبر منه في السن ان يتجوز بنته ذات 19 عاما. في الوقت ده الصحابه دول معديين ال 55 سنه في السن، وبيتكلموا على بنت عندها 19 سنة، لأن دي كانت أعراف العالم والحياة والناس والقبائل في ذلك الوقت. لكن أنا النهاردة يجي يقول لي: عاوز جوز مريم بنتك؟ أنا مش هرفض، أنا هتبح. لكن في ذلك الوقت مقبول، كان عاديا. ليه؟ لأنه أمر عادي وأمر معتاد وأمر مألوف. فلا لا عدم تكافؤ ابدا في زواج السيده عائشه من زواج النبي من النبي صلى الله عليه وسلم. ناتي الى نقطه اخرى هامه. روج المستشرقون حادثه الافك ارثا موروثا وعبئا كبيرا وجريمه معظمه مفخمه من عبد الله بن ابي بن سلول كبير راس النفاق في المدينه. الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذاهب إلى غزوة بني المصطلق، وكانت لسه السيدة عائشة متزوجة قريبا، وكانت هي لسه ضعيفة برضو، يعني مش ضعيفة، يعني هي مش كاتش جتة وزنها 90 كيلو 80 كيلو، لا لسه بنت صغيرة برضو، فخفيفة الحمل لما بتركب الهودج بتبقى خفيفه، فيشيلوا الهودج تحس ان هي كانه عادي، موجوده زي مش موجوده، مش الوزن قريب من بعضه يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه يستهم بين نسائه، يعمل بينهم سهم، واللي يطلع السهم ليها تيجي معاه في الرحله في السفر. فتقول السيده عائشه عند البخاري في هذا الحديث في الصحيحين إن السهم خرج ليا، فصاحبته النبي صلى الله عليه وسلم، فركبت الهودج وراحت معاه المعركة، وانتهت الغزوة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل دخول المدينة برتح من الوقت أول ما اقترب فبات عشان يتأهبوا بكرة لدخول المدينة بعد يوم من السفر. بعد انتقال يوم يعني وقت مثلا 100 كيلو باقي 80 كيلو 150 كيلو مسافه يعني. فحدث السيده عائشه تقول بالبلدي اقول لكم انها ذهبت لتقضي حاجه وسابت الهودج بالليل وخرجت تقضي حاجه. ده بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لصحابته للناس اللي معاه: انتوا امشوا وفي مجموعه تفضل معايا. فذهبت السيدة عائشة لتقضي حاجاتها، وكان معاها عقد، ما هي لسه برضه طفلة، لسه برضه بنت صغيرة، لسه برضه رأسها بتفرح بالعقد وفرحانة بالأشياء وعادي يعني.
صحيح ذكية ومتميزة وعبقرية، لكن برضو مفيش مانع انها تبقى ساعة وساعة، تبقى برضو حريصة على ايام الطفولة، ايام الصبا، ايام العقد واللازم منه يعني. فالسيدة عائشة بعد ما قضت حاجتها ورجعت للهودج، فما لقتش العقد بتاعها، راحت تلتمس وتدور عليه، فبحثت عنه فوجدته. لما وجدت العقد كانوا الناس راحوا افتكروا ان مشيوا بقى رايحين يمشوا، فلقوا الهودج فشلوه حطوه على الايه، على الراحله، وانطلق الرب. كانت رجعت السيده عائشه بعد ما وجدت العقد، فوجدت مفيش حد، الركب مش موجود. مين كان متخلف لسبب ما عن الرحله، عن هذا الركب؟ حد من افاضل الصحابه، صفوان بن المعطل السلمي. النبي صلى الله عليه وسلم بعدين هنقول قال فيه ايه دلوقتي رايه فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد من خيار الصحابه، ما اشهد له الا بالخير، وما دخل بيتي الا معي. ده ثلاث شهادات للراجل بشكل فيه الخير، راجل محترم ما يدخلش بيت الا معاي، ودي شهاده من نبي مش شهاده من مواطن، شهاده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجدها بتقول كنت نايمة وجالسة، فاقترب، وهو بتقول كان يعرفني قبل الحجاب، بعد قبل ما كانت محجبة، فبقول دخل ما السلام عليكم سلم، وبعدين ما الذي لما تخلفت يا أم المؤمنين؟ تقول ما ردتش عليه، فراح جاب الراحلة بتاعته وقربها منها وأناخها وطلعت ركب، ولا اتكلمت معاه، ما ردتش عليه السلام حتى الا في همسا في صوتها سرا، وركبت ومسك بخطام ناقتي او الراحله ومشي لغايه ما الحق بالرب. فالسيده حمنه بنت جحش اخت السيده زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وحسان بن ثابت اللي بيقولوا عليه شاعر الرسول بدأوا يروجوا شائعات، وعبد الله بن أبي بن سلول ومصطح بن أثاثة. مصطح بن أثاثة ده يبقى خاله أبو بكر الصديق، خاله أبو بكر الصديق، وأمه حمنة بنت إيه؟ أم مصطح، أم مصطح قريبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأم مصطح تبقى بنت خالة سيدنا أبو بكر، قرابة كبيرة متشابكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الكلام بالحادثة بالواقع واتهام زوجته رضي الله عنها السيدة عائشة، وكل المنطقة والمدينة المنورة تتكلم إلا السيدة عائشة آخر من يعلم. فأم مصطح مع اللي هو اسمه الحقيقة عوف، بس مصطح ده لقب. فأم مصطح خرجت في الليل مع السيدة عائشة لقضاء حاجة، ما كانش فيه حمامات، ما كانش فيه يعني تقول لا، لا ما كنا نتخذ الكنف كما يفعل الغرب وكما يفعل الأجانب وكما يفعل الناس الآخرين اللي هي الحمامات، كنا نذهب لنقضي حاجاتنا في الليل، تلاقي كل الستات في المدينة خارجين بالليل ياخدوا حاجة وراجعين، يعني بين قوسين كده في الخرابة في الإيو. فالسيدة عائشة وهي ماشية مع أم مصطح، فأم مصطح زي ما بنقول بالبلدة كده اتشنكلت في ثوبها في جلابتها، تعثرت في ثوبها، فقالت إيه؟ بئس مصطح. السيدة عائشة قالت لها الله، بئس مصطح، ده مصطح ده واحد من اللي حضروا بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أهل بدر دول خلاص، إزاي تقولي كده؟ لعمر الله إنك غلطان. قالت لها لا، ده مصطح بقى قال وقال 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 عليك ابنها. فالسيدة عائشة تقول والله ما استطعت أن أقضي حاجتي، وعدت إلى المدينة
ومرضت، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذها وداها لايه؟ قال لها الحقي باهلك، وداها عند ابوها وامها، ام رمان وابو بكر الصديق. وراح النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ فهي قال عرفت بقى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه حصلت، وقالت له وليه والكلام ده وبقى الموضوع. فقالت لابوها وامها ردوا على الموضوع ما تكلموش ما عقبوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح لها قال لها يا عائشه ان كنت فعلت ما يقولون فتوبي الى الله فان الله يقبل التوبه جميعا. فبتقول اتاثرت جدا وحزنت جدا، ازاي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليا كده؟ فبتقول لو قلت ان انا فعلت هذا هكذب على الله، والله عارف انني منه براء، ولو قلت لكم ان انا ما عملتش مش هتصدقوني، والله ما اقول الا ما قال ابو يوسف اللي هو سيدنا يعقوب، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ونامت كمدا وبكاء وحزنا حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما واخبرها بان الوحي نزل عليه في بيت ابي بكر، ثم قال لها يا عائش لقد نزل فيك قرانا يتلى الى يوم القيامه. السيدة عائشة تقول أنا عن نفسها، شوف كل هذا الجبل من العلم، تقول عن نفسها أنا أعدني أحقر من أن ينزل فيه قرآنا يتلى ويصلى به إلى يوم القيامة، ومع ذلك نزلت براءتها وحدثت هذه الأمور. فتم تنفيذ حد اغتياب المؤمنات وسب الأعراض فيها على حمنة. لكن في نقطة عاوز أقف عندها مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا حدثت له حادثة الإفك؟ وما هي الدروس المستفادة من حادثة الإفك؟ دروس كثيرة للغاية. إن ينزل قرآن يقول لسيدنا أبو بكر اعفو عن مصطح بن أثاثة اللي كنت بتصرف عليه، ما خلي بالك المشكلة إن مصطح بن أثاثة اللي بيصرف عليه يوميا ومتبنيه وبيعوله هو ابو بكر، فرايح يتهم بنته وهو ما شافش حاجه. يعني حتى انت لو شفت استر عليها، شوف الكارثه. خد عندك بقى السيده حمنه بنت جحش اخت السيده زينب بنت جحش، فعلت ذلك وهي عارفه انه ما حصلش، وروجت ذلك حمايه لاختها اللي هي ضرت السيده عائشه شريكتها في نفس الزوج. شوف بقى موقف السيده زينب بنت جحش ايه بقى؟ عكس السيده حمنه بالظبط، يعني السيده حمنه بتروج ده حمايه لاختها. فقام جاي النبي صلى الله عليه وسلم سائل زينب بنت جحش، قال لها ما قولك في عائشه؟ ايه رايك فيها؟ الاتهام اللي اتقال عليها ده. قالت والله يا رسول الله ما علمت في عائشه الا الخير، واختي امرها الى الله، لكن انا تسالني عائشه من افضل الناس. علما ان السيده عائشه بتقول لا تضاهيني واحده ولا تزعجني في نساء النبي الا زينب بنت جحش. هي كانت بتقلق منها، ومع ذلك شوف الشهاده اللي اختها شهدت زور في السيده عائشه. هذا موقف عظيم. راح النبي صلى الله عليه وسلم سأل مين كمان؟ سأل عمر بن الخطاب أبو حفصة اللي هي الزوجة اللي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد عائشة على طول. فقال له ما رأيك يا عمر فيما حدث؟ قال يا رسول الله من الذي زوجك عائشة؟ قال ربي. شوف عمر بن الخطاب. قال إذا لن يغشك ربك، ربنا مش هيغشك، مجوزك ست زي الجنيه الذهب يعني بالبلد كده، مش هيغشك ربنا، مش هيزوجك واحدة كده خائنة أبدا. فراح سأل سيدنا علي بن أبي طالب، فسيدنا علي بن أبي طالب، وهنا بقى بداية الخلاف بين سيدنا علي والسيدة عائشة. يعني هنا الخلاف اللي بيقولوا عليه بين السيدة عائشة وسيدنا علي. في الواقع الحقيقي سيدنا علي
قال يا رسول الله النساء كثيرات والبنات كثيرات، تزوج شور على اي واحدة تتجوزها الصبح، مش هي اخر واحدة يعني. وهو برضو مش قصده حاجة علي بن ابي طالب، سيدنا علي بن ابي طالب مش قصده يسوء العلاقة اللي بينه وبين زوجته، لكن حريص على النبي بيحب النبي، فمش ضامن يعني هي ايه المشكلة في الست دي، يمكن كويسة يمكن مش كويسة، فخايف على ابن عمه وخايف على النبي، فبرضه معذور في اللي قاله، قد يكون جنبه التوفيق عادي جدا، ما هو مش ربنا ولا هو نبي، فعادي رأيه ما نحاسبوش عليه، رأيه برضه يحترم. أنا مش عاوز لما نختلف مع حد نقتله، أنا مش عاوز لما نختلف مع حد نضربه بالنار، أنا مش عاوز لما نختلف مع حد نكفره، أنا عاوز لما نختلف مع الآخر، مع رجل الغرب بالذات أو على غير ديننا، نتعامل معاه بالحوار عشان نفهم بعض، نقول له ويقول لنا، يسألنا وينتقد ونقول له ونسمعه، ما نكفروش، ما نقولش الناس كفرة، لا نسمع ونرد، ما نستخدمش الأسلحة، ما نبقاش داعش. عاوز الأمة تبقى عندها حلم وأناة ووعي في التعامل مع الآخر عشان تكسب الآخر وعشان يناقشك وعشان يبقى بيننا حوار. ما احنا مخلوقين ليه؟ شعوب وقبائل ليه؟ لتعارفوا، وفي النهاية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كل واحد بقى تقوته براحته، وفي النهاية هو مسؤول أمره إلى الله، يعبد زي ما يعبد، لكن لست عليهم بمسيطر. ما تفتكرش إن أنت هتحقق حاجة مش يعني ربنا مش عاوزها، كله بعلم الله وفي قدر الله. طيب فراح سأل، راح النبي صلى الله عليه وسلم قال أسأل بريرة، سأل أسامة بن زيد، قال له يا أسامة إيه رأيك في موضوع عائشة؟ قال والله ما علمنا عنها إلا خير، وأنصحك يا رسول الله طالما سألتني إنك تسأل بريرة. مين بريرة؟ اللي هي الأمة أو المولية اللي بتبقى عند السيدة عائشة، اللي هي قائمة على خدمتها متابعتها ملازماها يعني. فراح سأل بريرة، سيرة علي بن أبي طالب ذهب وقال تعالى يا بريرة هنا حسب الروايات، وقعد يضربها قولي الحقيقه ايه اللي حصل، ايه اللي شفتيه، ايه اللي تعرفيه عن السيده عائشه. قالت والله ما علمت عنها الا خير، ست عظيمه، ست كويسه، انا بس لما باجي اعجن العجين الحاجه الوحيده اللي باخدها عليها لما بعجن العجين بالليل وانام بقول لها بخلي بالك من العجين فبتنساه لغايه الماعز ما تيجي تاكل، مش جريمه ولا حاجه عاديه. فالسيده عائشه حزنت من هذا الامر، شوف الشهادات بقى، شوف كل واحد بيقول شهاده حق امام الله. فانت قدام موقف لا يجوز الطعن فيه، مروجوه امرهم من الله سيعاقبهم، فالطعن في السيده عائشه غير جائز، والسيده عائشه واحده من اعظم نساء الارض على الاطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل عائشه على سائر النساء كمثل الثريد، اللي هو الفتة اللي عليها لحمة يعني، حاجة كده يعني، حاجة ما حصلتش بعد كده يعني. وطبعا لما قال خير النساء وعدد خديجة ابنة خويلد وفاطمة ابنة محمد ومريم ابنة عمران وأسيا ابنة مزاحم زوجة فرعون، دول خير النساء، إلا أن فضل عائشة على سائر النساء لوحدها بقى خصها كفضل الثريدي على سائر الطعام. لا يزال معنا حديث، لا يزال بيننا كلام، سنتحدث في حلقة قادمة بإذن الله، وأكتفي بهذا القدر، ونلتقي في حلقة قادمة ثالثة من محاكمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.